السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بالجميع في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لتصحيح النموذج الرابع من الامتحان الموحد الإقليمي لنشهادة الدروس الابتدائية الخاص بمادة الرياضيات دورة يونيو 2021. إذا فهذا الامتحان يأتي بعد صدور الإطار المرجعي من طرف الوزارة، إذا فهو وفق هذا الإطار ويأتي حسب آخر المستجدات. إذا كما جاء في الإطار المرجعي، فالمجال الأول الأعداد والحساب عليه 15 نقطة. إذا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال: ضع ثم أنجز العمليات الأربع التالية. إذا كما تلاحظون لدينا عمليات الجمع والطرح في وضعيات اختبارية واحدة كما جاء في الإطار المرجعي. نبدأ أولا بعملية الجمع. لدينا 587.6 نضيف عليها 899.7. إذا هذا هو الوضع الصحيح لهذه العملية. إذا 6 زائد 7 تساوي 13، نكتب 3 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 7 يساوي 8، 8 زائد 9 تساوي 17، نكتب 7 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 8 تساوي 9، زائد 9 تساوي 18، نكتب 8 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 5 يساوي 6، نضيف عليها 8 هي 14. إذا فالخارج هو 1487.3. نطرح منها 965.8. إذا 1487.3 ناقص 965.8. إذا 3 ناقص 8 لا يمكن، 13 ناقص 8 تساوي 5، ثم 7 ناقص 6 يساوي 1، 8 ناقص 6 يساوي 2، 14 ناقص 9 تساوي 5، و1 ناقص 1 يساوي 0. إذا فالخارج هو 521.5. نمر إلى عملية الضرب. لدينا 65.09 مضروبة في 8.7. إذا 7 في 9 تساوي 63، نكتب 3 ونحتفظ ب6. 7 في 0 يساوي 0، زائد 6 تساوي 6. 7 في 5 تساوي 35. 7 في 6 تساوي 42، والاحتفاظ هي 45. 8 في 9 تساوي 72، نكتب 2 ونحتفظ ب7. 8 في 0 يساوي 0، زائد 7 تساوي 7. ثم 8 في 5 تساوي 40، نكتب 0 ونحتفظ ب4. 8 في 6 تساوي 48، زائد 4 تساوي 52. نقوم بعملية الجمع. 3 زائد لا شيء يساوي 3، 6 زائد 2 تساوي 8، 5 زائد 7 تساوي 12، نكتب 2 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 5 يساوي 6، 4 زائد 2 تساوي 6، ثم 5 زائد لا شيء يساوي 5. بالنسبة لعدد الأرقام بعد الفاصلة للعددين، لدينا 1 2 3، نحسب 1 2 3 ونضع فاصلة. إذن فالخارج هو 566.283. نمر الآن إلى عملية القسمة. لدينا 54.74 مقسومة على 6.8. إذا كما تلاحظون فالمقسوم والمقسوم عليه فهما عددين عشريين، وبالتالي يجب أولا إزالة الفاصلة. إذا هنا سنزيل الفاصلة برقمين، أي سنضرب في 100. هنا كذلك يجب أن نضرب المقسوم عليه في 100، إذا سيصبح لدينا 680. بالنسبة للمقسوم عليه فهو يتكون من 3 أرقام، نأخذ 3 أرقام من المقسوم. إذا 547 مقسوم على 86 لا يمكن، لأن 547 أصغر من 680، وبالتالي نضيف رقما آخر، وبالتالي 5474 كم فيها من 680؟ فيها 8. 8 في 0 يساوي 0، 8 في 8 تساوي 64، 8 في 6 تساوي 48، زائد 6 تساوي 54.
نقوم بعملية الطرح، 4 ناقص 0 يساوي 4، 7 ناقص 4 تساوي 3، 4 ناقص 4 0، ثم 5 ناقص 5 يساوي 0. نضيف 0 ونضع فاصلة. 340 كم فيها من 680؟ فيها 0، 0 في 0 يساوي 0، ثم 0 ثم 0. نقوم بعملية الطرح، إذن هنا 0، 4 ثم 3. نضيف صفرا آخر، 3400 كم فيها من 680؟ فيها 5، 5 في 0 يساوي 0، 5 في 8 تساوي 40، نكتب 0 ونحتفظ ب4، 5 في 6 30، والأربعة هي 34. إذا كما تلاحظون فالباقي هو 0، لأن في الامتحان الموحد الإقليمي دائما نحصل على الباقي هو 0. بالنسبة للسؤال الثاني، لدينا جو كالكول، لدينا الأعداد الكسرية، سنقوم بجمعهما أولا ثم نطرح 1 على 8، وذلك بتوحيد المقام. إذا لدينا 1 على 2 زائد 1 على 12 ناقص 1 على 8. أولا سنوحد المقامين داخل القوسين، إذا واحد، إذا المقام الموحد هو 12، لأن 12 من مضاعفات 2، مقام واحد هو 12. ضربت 2 في 6، نضرب كذلك 1 في 6 تساوي 6، ثم ضربت 12 في 1، نضرب 1 في 1 يساوي 1، ناقص 1 على 8. إذا 6 زائد 1 تساوي 7 على 12، ناقص 1 على 8. نوحد المقام بين 12 و8 هو 24. ضربت 12 في 2، نضرب كذلك 7 في 2 هي 14. ضربت 8 في 3، نضرب كذلك 1 في 3 تساوي 3. إذا 14 ناقص 3 تساوي 11 على 24. إذا الخارج هو 11 على 24. السؤال الثالث، اكتب الجداء التالي باستعمال القوى 2 و3 ثم احسب. لدينا كما تلاحظون 27 في 8، إذا نكتب 27 على شكل قوة، إذا فهي 3 أس 3 مضروبة 8، نكتبها على شكل قوة هي 2 أس 3. إذا كما تلاحظون فلدينا 3 أس 3 مضروبة في 2 أس 3 تساوي 3 في 2 الكل أس 3 تساوي 6 أس 3، هي 6 في 6 في 6 تساوي 216. نمر الآن إلى السؤال الرابع، وهو عبارة عن مسألة كما تلاحظون. وضع شخص مبلغا من المال في بنك بسعر 8%، وبعد سنتين حصل على فائدة قدرها 6666 درهما، أجد هذا المبلغ. إذا أولا نحن نعرف أن المبلغ يساوي الفائدة السنوية في 100 على الرأس المال. إذا الرأس المال يساوي الفائدة السنوية في 100 مقسومة على السعر. نحن لدينا في سنتين يجب أولا حساب الفائدة السنوية. إذا الفائدة السنوية هي تساوي 6666 مقسومة على 2 تساوي 3333. إذن هذه هي الفائدة السنوية التي سيحصل عليها هذا الشخص خلال السنة. الآن سنطبق القاعدة، إذن المبلغ يساوي الفائدة السنوية 3333 مضروبة في 100 مقسومة على السعر اللي هو 8. إذن المبلغ هو 41,662.5 دراهم. إذن هذا هو المبلغ الذي كان لدى الشخص في الأول، وحصل من خلاله على فائدة سنوية قدرها في سنتين قدرها 6666. الآن سنمر إلى المجال الرئيسي الثاني، وهو مجال الهندسة كما تلاحظون، عليه 11 نقطة.
بالنسبة للسؤال الأول، أرسم زاوية AOB قياسها 75 درجة باستخدام الأدوات الهندسية المناسبة. إذا فقط نستخدم المنقلة والمسطرة لكي ننشئ الزاوية قياسها كما قلنا 75 درجة. رأسها هو O وطرفيها هو A ثم B. إذا هذه هي الزاوية AOB قياسها 75 درجة. نمر إلى السؤال السادس، وهو السؤال الثاني في مجال الهندسة. أنشئ مماثل الشكل التالي بالنسبة للمستقيم D. إذا هذا الشكل سننشئ مماثله في الجهة الأخرى بالنسبة للمستقيم D. إذا لدينا 3 نقاط يجب أن نحترم نفس المسافة بينها وبين محور التماثل. إذا النقطة مماثلة النقطة B هنا، ثم مماثلة النقطة C. لدينا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، ثم مماثلة النقطة A 1 2 3، 1 2 3. إذا هذه مماثلة النقطة A، هذه مماثلة النقطة B، ثم مماثلة النقطة C، ونحصل على الشكل التالي. إذا هذا هو مماثل الشكل بالنسبة للمستقيم D. نمر إلى السؤال السابع، أنشئ المثلث ABC القائم الزاوية في A بحيث AB تساوي 3 سنتيمتر و AC تساوي 6 سنتيمتر. إذا لدينا أولا ضلع AC قياسه 6 سنتيمتر، بينما قياس الضلع AB هو 3 سنتيمتر. إذا AB قياسه 3 سنتيمتر، والزاوية القائمة إذا كما تلاحظون القائم الزاوية في A. نمر الآن إلى السؤال الأخير في مجال الهندسة، وهو عبارة عن مسألة. إذا لخياطة بدلات مدرسية اشترى خياط قطعة ثوب على شكل متوازي الأضلاع، قياس قاعدته 28 متر وارتفاعه 1/8 من قياس قاعدته. احسب عدد البذلات المنجزة إذا علمت أن كل بذلة تطلبت 1.75 متر مربع من الثوب. إذا أولا يجب أن نعرف الارتفاع ديال متوازي الأضلاع. إذا نحسب أولا الارتفاع، إذا لدينا هو 1/8 من قياس قاعدته. إذا فهو 28 مضروبة في 1/8 تساوي هو 3.5 متر. إذا الارتفاع هو 3.5 متر. بعدها سنحسب مساحة متوازي الأضلاع. سنحسب مساحة متوازي الأضلاع أو مساحة الثوب. إذا مساحة متوازي الأضلاع S تساوي القاعدة مضروبة في الارتفاع. القاعدة هي 28 متر، نضربها في الارتفاع اللي هو 3.5، سنحصل على 98 متر مربع. إذا فمساحة الثوب هي 28 متر مربع. عدد البذلات المنجزة، عدد البذلات المنجزة، إذا لدينا عدد الأمتار المربعة من الثوب هو 98 متر مربع، كل بذلة تطلبت 1.75 متر مربع. إذا سنقسم الثوب اللي هو 98 متر مربع، نقسمه على 1.75 متر مربع، سنحصل على 56 بذلة. إذا هذا الخياط أنجز من هذا الثوب 56 بذلة. نمر إلى المجال الرئيسي الثالث كما جاء في الإطار المرجعي، وهو مجال القياس. فيه 13 نقطة، فيه سؤالين. السؤال الأول، نحول الوحدة إلى الوحدة المطلوبة، أو نحول القياس إلى الوحدة المطلوبة، سواء لدينا وحدات قياس الأطوال، الكتل، ثم المساحة، ثم الوحدات الزراعية، وحدات قياس الحجم، ووحدات قياس السعة. والسؤال الثاني فهو عبارة عن مسألة يجب أن نحسب من خلالها حجم مجسم اعتيادي. إذا نجيب أولا عن السؤال الأول، لدينا 9.8 هكتومتر و780 مليمتر، نحولها إلى
المتر سنحصل على 980.780 متر. إذا نستخدم فقط جدول التحويلات الخاص بوحدات قياس الأطوال. بالنسبة لوحدات قياس الكتل، لدينا 3 كيلوغرام و6.04 طن، سنحولها إلى القنطار، سنحصل بعد التحويل على 60.43 قنطار. بالنسبة لوحدات قياس المساحة والوحدات الزراعية، لدينا 78.6 متر مربع و15.8 آر، سنحولها إلى السنتيار، سنحصل على 136.6. بالنسبة لوحدات قياس الحجم والوحدات قياس السعة، لدينا 648.9 ديسيمتر مكعب و173 ديكاليتر، سنحولها إلى المتر مكعب، سنحصل على 2.3789 متر مكعب. نمر إلى السؤال العاشر، وهو السؤال الثاني في مجال القياس. لدينا عبارة عن مسألة: لسقي قطعة أرضية استخدم فلاح ثلث حجم خزان ماء على شكل أسطوانة قائمة ارتفاعه 7.2 متر وقطر قاعدته 3 متر. أجد حجم الماء المتبقي في الخزان. إذا لكي نجد حجم الماء المتبقي في الخزان، يجب أولا أن نحسب حجم هذا الخزان. إذا فالخزان، إذا نحسب أولا حجم الخزان. الخزان عبارة عن أسطوانة قائمة، نحسب حجم الأسطوانة في تساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. قاعدة على شكل قرص، إذا فهي بي في آغ في آغ مضروبة في الارتفاع. إذا لدينا آغ هو الشعاع، هنا لدينا القطر فيه 3 متر، سنقسمها على 2، إذا الشعاع هو 1.5 متر. إذا بي هي 3.14 مضروبة في 1.5 في 1.5 مضروبة في الارتفاع اللي هو 7.2، سنحصل على، لدينا 3.14 في 1.5 في 1.5 في 7.2، سنحصل على 50.868 متر مكعب. سنحولها إلى اللتر، وهي 50.868 لتر. إذا حجم هذا الفلاح استخدم فقط ثلث هذه الكمية من الماء، سنقسمه على 3. إذا 50.868 مقسومة على 3، نقسم حجم الخزان على 3 فنحصل على 16.956 لتر. هذه هي الكمية من الماء التي استخدمها الفلاح. سنحسب الآن الكمية المتبقية اللي هي 50.868 ناقص 16.956 تساوي 33.912 لتر. إذا الكمية المتبقية داخل الخزان هي 33.912 لتر. الآن سنمر إلى المجال الرابع، وهو مجال تنظيم ومعالجة البيانات. عليه 3 نقاط. إذا كما تلاحظون، تبين المعطيات التالية نقط التلاميذ المستوى السادس في مادة الرياضيات. إذا فمجموع التلاميذ هو 20 تلميذا حصلوا على النقط التالية. إذا فالتلميذ الأول حصل على نقطة 8، التلميذ الثاني حصل على 5، ثم 8، ثم 9 إلى آخره. إذا بالنسبة للمعدلات فهي تتراوح ما بين 5 و 9. إذا نكتب المعدل الأول هو 5، ثم 6، 7، 8، ثم 9. عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل 5 هو 1، 2، 3. إذا نحسب فقط عدد التلاميذ الذين حصلوا على المعدل. ثم المعدل 6 لدينا 4 تلاميذ، المعدل 7 لدينا 6 تلاميذ، معدل 8 لدينا 4 تلاميذ، والمعدل 9 لدينا 3 تلاميذ. المجموع هو 20 تلميذا. إذا
هكذا نقوم بملء الجدول ونجيب على السؤال الأول. إذا لدينا 20 تلميذا حصلوا على المعطيات التالية أو المعدلات التالية. بالنسبة للسؤال الثاني، مثل معطيات الجدول بمبيان بالأعمدة يلخص مختلف النقاط التي حصل عليها تلاميذ القسم. إذا المبيان هو على الشكل التالي، لدينا هنا المعدل ثم عدد التلاميذ. إذا بالنسبة للمعدل فهو ما بين 5 ثم 6 7 8 ثم 9. إذا عدد التلاميذ الذين ثم هنا لدينا 1 2 3 4 5 6. عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة 5 هو 3 تلاميذ. إذا جينا النقطة هنا، ثم عدد التلاميذ الذين حصلوا على 6 هو 4. إذا 6 إلى العدد هو 4. عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة 7 هو 6. إذا النقطة 7 حصل عليها 6 تلاميذ. ثم عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة 8 هو 4 تلاميذ. ثم عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة 9 هو 3 تلاميذ. إذا المبيان ديالي كنحصل عليه على هذه الطريقة هذه، ثم كندير الأعمدة. بالنسبة للنقطة 5 ثم 6 معدل 6 ثم المعدل 7 معدل 8 ثم المعدل 9. إذا هذا هو المبيان ديالي، نوصل ما بين النقاط. إذا من خلال هذا المبيان ممكن أن نقول على أن أكبر عدد من التلاميذ حصلوا على نقطة 7. إذا كما تلاحظون فأكبر عدد من التلاميذ هو عدد التلاميذ هو 6، فهم حصلوا على نقطة 7. إذا ممكن أن نقول على أن مستوى هذا القسم هو مستوى مستحسن، لأن أكبر عدد حصل على نقطة 7. إذا هذا هو التصحيح الكامل لهذا الامتحان الموحد الإقليمي الخاص بمادة الرياضيات، فهو امتحان يأتي حسب آخر المستجدات التي جاء بها الإطار المرجعي الصادر يوم أمس من طرف الوزارة. في الأخير نقول نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى دعمكم أكثر للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.